اهلا بيكم طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي. هنكمل مع بعض يونت 1 ليسون 1. طبعا فاكرين ان ليسون 1 كنا بنتكلم على البريودك تيبل، وكنا بنتكلم على مودرن بريودك تيبل. قلنا مع بعض هناخد هاو تو لوكيت ذا بوزيشن اوف اليمنت. طبعا احنا شفنا ان البريودك تيبل في numbers of elements، وعرفنا ان كل elements لي atomic atomic number. دلوقتي عايزين نعرف how to locate the position of an element، يبقى عايزين نتعرف على ال position of element. elements period number equal number energy levels occupied by electron. تعالوا مع بعض نعرف يعني ايه الكلام ده. طبعا ما بتكلم او اقول period اعرف على طول ان انا بتكلم على ايه، ال energy levels، number of energy levels. يبقى we can determine the period number by the number of energy levels. And element group، the element group number equal number of electrons in outer most energy levels. زي ما احنا شايفين في البيكتشر اللي قصادنا، في عندي من الالكترونيك كونفيجوريشن اوف نيون، النيون ان اي الاتوميك نمبر 10. زي ما احنا شايفين في الاتوميك كونفيجوريشن الاتوم فيها 10 الكترونز. الاول واحد اللي هو الليفل كي في 2، ليفل ال في 8 الكترون. ازاي احدد البريود وازاي احدد الجروب؟ البريود بالنمبر اوف انرجي ليفلز زي ما احنا شايفين كده. انا عندي كام انرجي ليفلز اللي هو الاوربت يعني، او اللي بيبقى على زي شكل سيركل، هو عندي 2 انرجي ليفلز، يبقى ده نمبر اوف بريود 2. طب ازاي احدد الجروب؟ بشوف الاوتر موست انرجي ليفلز في كام، في 8. يبقى احنا كده موجودين في ايه، في النمبر الانرجي ليفلز 8 اللي احنا بنسميه زيرو جروب. طب تعال نشوف تاني عشان ناكد المعلومه. لوكيت ذا بوزيشن اوف ذا فولوينج اليمنتس ان ذا مودرن بيريودك. تعال نشوف اول حاجه في التيبل اللي عندي في الالكترونيك كونفيجريشن للبريليوم 4 والبوروم 5 والمغنيسيوم 12. اول حاجه بعملها طبعا الالكترونيك كونفيجريشن، احنا عارفين ان انا بعمل كونفيجريشن امبوز على الايه، البروتون اللي هو ايكوال نمبر اوف الكترون. يبقى لما باجي اعمل الالكترونيك كونفيجريشن لازم بحدد الاول نمبر اوف الكترون، وببدا على اساسه زي ما احنا شايفين. تعالوا نبص كده واحده واحده. بالنسبه للبريليوم 4 الالكترونيك كونفيجريشن البروتون 4 يعني الالكترون 4، يبقى انا اول ليفل كي في 2 الكترون، تاني ليفل اللي هو ال فيه برضو ايه 2 الكترون. طب البريود هو ايه؟ النمبر اوف انرجي ليفلز 2. طب والجروب الالكترون ان اوتر موست انرجي ليفلز، ببص للليفل الاخرين. طب البورون 5 ال5 يعني الالكترون 5، يبقى انا هوزع ازاي؟ الليفل الاولاني ساتوريتد باي 2 الكترونز، يبقى 2 هنا و3، يبقى الليفل البريود كام؟ 2. والجروب اخر الكترونز اخر النيجي ليفلز في 3. طب المغنيسيوم اللي ماجي اوزعه 12، يبقى ال 2 8 2، يبقى معنى كده ان عدد البيروت هنا 3 والجروب اللي هو اخر واحد في 2 8. ده ممكن في سؤال كده نسال بناء على اللي احنا خدناه، ذا نمبر اوف الكترونز ان اوتر موست انرجي ليفلز، ده بيحدد لي ايه؟ بيحدد لي ال element indicates ايه. طالما قال لي outer most energy levels انا كده بعرف منه group number. يبقى انا اللي انا خدناه دلوقتي المين بوينتس اللي احنا قلناها ان ال outer most energy levels هو ده اللي بيحدد لي electrons، هو ده اللي بيحدد لي الايه، بيحدد لي ال ايه الجروب. اما ال number of energy levels دي بتحدد لي ال part. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه الاليمنت، لو زي ما احنا شايفين عندي الصوديوم ان ايه 11
وعندي الالومنيوم Al13. طب لما نيجي نعمل الكترون كونفيجريشن للالومنيوم او للصوديوم، طبعا هنعمل تعال نشوف الاول الطالب مني جبريزون صوديوم موجود في الفيرست جروب وايل الالومنيوم ان ثيرد جروب. طبعا زي ما اتفقنا احنا اول حاجه بنعملها الالكترونيك ايه الكترونيك كونفيجريشن، صوديوم عنده 11 يبقى هوزع 281، طالما هو 1 يبقى النمبر اوف زي ما اتفقنا النمبر اوف الكترونز ان اوتر موست انرجي ليفلز هو ده انديكيت ذا نمبر اوف جروب، سو صوديوم ان ايه ان فيرست جروب. بط الالومنيوم لما اجي اوزعه هلاقي 283، طالما الاوتر موست انرجي ليفلز في 3 الكترونز يبقى معنى كده ان انا في انهي جروب، في الجروب اللي هو الثيرد جروب او اللي هو بنقول عليه 3A. كده احنا عرفنا الفكره الاساسيه من البوينتس بتاعتنا، النمبر اوف جروب بعرفه منين؟ من النمبر اوف الكترون في الاوتر موست انرجي ليفلز. طيب البيريود من النمبر اوف انرجي ليفلز. هنشوف اسئله تانية كومبليت ذا فولوينج. عندي اول حاجه هنا هنبص كده فيرتيكال بالنسبه للكالسيوم، كالسيوم 20 اول حاجه بعمله الكترون كونفيجريشن زي ما اتفقنا ان الكي ساتوريتد باي 2 ال ال 8 الام 8 يبقى انا فاضل كام من 22، يبقى انا وزعت ال 20 الكترونز وزعتها في الكي ال ام ان، انا عندي كده كام انرجي ليفلز، عندي 4. طيب يبقى انا على طول اقول البيريود ان او نمبر اوف بيريود، بيريود نمبر 4. تعالوا نشوف عشان احدد النمبر اوف الكترونز ان اوتر موست انرجي ليفلز ببص لانهي ليفل، الاوتر ليفل او الاخر ليفل اللي هو فيه كام الكترونز 2، عشان كده بنقول الجروب نمبر 2A. طب المغنيسيوم 12 الكي بنوزع 12 في اول حاجه الكي ساتوريتد باي 2 الكترون، ال ال ساتوريتد باي كي ساتوريتد باي 2 الكترون، ال ال باي 8 كي ال ام اللي هو طبعا الانرجي ليفل التالت هيتفضل من ال 12 2. يبقى انا وزعت المغنيسيوم قلنا 282. طيب لما نيجي نتكلم عن نمبر اوف انرجي ليفلز ابص على ايه اللي انا عندي كي ال ام 3 يبقى هم دول 3. طب البيريود نمبر، البيريود نمبر احنا قلنا بنعرفه من نمبر اوف انرجي ليفلز هو برضو 3. طيب الـ number of electrons ببص الـ outer most energy levels في 2 يبقى الجروب هو 2A. لاحظين دايما ان احنا بناخد letter A لان انا بوزع الـ element بتاعي في الجروب A اللي في الـ block S او الـ block B زي ما اتفقنا. طيب تعالوا بقى نشوف الـ carbon 6، carbon 6 لما اجي اوزع الـ 6 اوزعهم ازاي 2 4، يبقى الـ number of energy levels 2 يبقى الـ period 2 الاخر ليفل فيه 4 الكترونز يبقى الجروب 4A. فاضل عندي الهيدروجين، الهيدروجين زي ما احنا شايفين 1، الانرجي ليفلز عنده 1 اونلي يبقى النمبر اوف انرجي ليفلز كام 1. طب لما اجي اوزع اللي يبقى كده البيريود نمبر 1، طب نيجي نوزع الالكترونز 1 يبقى اللي هو موجود الهيدروجين في جروب 1A. تعال نشوف نوع تاني من الاسئله، ممكن في الاسئله دي يديني يطلب مني البوزيشن اوف element عشان احدد البوزيشن. برضو اتفقنا كلمه بوزيشن يعني ايه، يعني بحدد البريود والجروب. الكربون 6 يبقى انا بوزع برضو الكربون اللي هو ال6 وزعها تبقى ايه، تبقى 2 4، معنى ان هي 2 و4 معناها ان انا عندي كام انرجي ليفلز 2، يبقى انا موجوده في البريود 2 والجروب طالما اخر ليفل في 4 الكترونز يبقى هو موجود في 4A. طيب هنوزع تاني المغنيسيوم زي ما احنا شفنا احنا وزعناه قبل كده، الكلوراين بيبقى فيه طبعا 287. طيب الارجون 288، ناخد بالنا من الارجون اي الانرت جاز او اللي هو طالما في 8 بنسميها زيرو جروب، طالما الانرجي ليفل ساتوريتد فبنسميه الجروب نمبر جروب 0. يبقى الانرجي ليفلز لما يكون ساتوريتد ويز الكترون بنسميها جروب 0. طيب زي ايه
زي عندي لما يقول لي الاليمنت لوكيتد ان تو بيريود اند جروب 0. معنى كده ان تو بيريود يعني انا برسم اتنين انرجي ليفلز، الاولاني يبقى تي 2 والتاني طالما 0 يبقى ساتوريتد، يبقى فيه 8 الكترون. معنى كده ان الاتوميك نمبر هنا 10. طب لو قال لي element locate in third period يبقى انا هرسم كام energy levels؟ هرسم 3 energy levels واكتب في الليفل الاولاني 2 والليفل الثاني 8 وهو طالما قال لي group 2A يبقى في الاخر في 2، يبقى معنى كده ان ده الاتوميك نمبر 12. نوع تاني من الاسئله using the following table، ده جزء من modern periodic table and answer the following question. طب تعالوا نشوف كده مع بعض. تيبل ده مديني element وبيسألني write the letter of the element، مديني طبعا زي ما شايفين التيبل، وهيسألني على some letters في التيبل. اول سؤال بيقول which is the form or which is from the transition element. احنا عارفين transition element اللي هي between الاس والبي اللي هي موجودة at the middle of the period، اللي هي اي طبعا السيمبل اللي هو ان، ان the letter بي represent the transition element. فاكرين transition element اللي هي represent the elements between الاس block and البي block. سؤال التاني which of the period in the period 3 and group 6A. period 3 احنا متفقين energy levels في period 3 بنبص على الرو period 3 and which in the period 3 and group 6A. group 6A زي ما احنا شايفين في التيبل عندي اللي هو الزد. السؤال اللي بعد كده which of the form noble gases. noble gases اللي هو اخر حاجة 6A اللي هو الهيليوم والنيون والأرجون، ده اللي هو طبعا النوبل جاسس اللي هي مجموعة اللي هي زيرو جروب. السؤال اللي بعد كده which is consisted from S block. طبعا يقول لي S block، احنا عارفين S block موجودة في left of the modern periodic table اللي هي 1A 2A. طيب السؤال هيسألني بعد كده على which is considered from دي بلوك. طبعا هو لو طلب على اس بلوك وداني وسأل ليترز هقول له اكس وام. لو طلب على الدي زي ما طالب قال لي دي بلوك بقول ايه الان، لان الان دي في ترانزيشن اليمنت او اللي هي الترانزيشن اليمنت اللي هي بتوين الاس اند البي. which is the atomic number of element y in and g. طبعا لما يجي يحدد مني او يقول لي حد ايه هو الواي الاتوميك نمبر للواي، تعالوا نبص مع بعض الواي موجودة فين. موجودة الواي في التيبل قبليها ايه على طول، الواي قبليها 6. بص كده في التيبل كويس الواي قبليها ايه، قبليها 6 يبقى الواي دي 7. الواي 7 لان قبليها 6. طيب السؤال بعد كده هيطلب مني ايه، هيطلب مني عايز ال n بكام. تعالوا نشوف ال n، ال n دي موجودة في transition element، نشوف قبليها كام. هي بدأ من period 19، لو عدينا بعد 19 وصلنا ال n هنلاقي ال atomic number 24. طيب آخر حاجة بالنسبة لل g، تعالوا كده نبص مع بعض g في الزيرو جروب، قبليها 17 يبقى هي كام، يبقى هي 18. كده احنا قدرنا نحدد الاتوميك نمبر. خدنا طبعا كده امثله مختلفه على المودرن بروديك تيبل. ان شاء الله تكون الاسئله سهله ونكمل في السيشن اللي جاي.